أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد من العراق، الأخ إبراهيم العاملي. أخ إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا بك جان، أهلا بكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أخ إبراهيم، أهلا وسهلا. أخ إبراهيم، طبعا يعني مثل ما بقولوا البرنامج هذا برنامجك، وبس بدنا بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم بالبداية، تفضل. أنا إبراهيم عراقي من بغداد، عمري 25 سنة، من خلفية إسلامية شيعية. أهلا وسهلا فيك أخي، أهلا وسهلا. طبعا أخي إبراهيم، يعني نحن بالبداية بس بنحب مثل ما بقولوا نشوف تجربتك الشخصية مع الدين. ليش تركت الدين؟ أسباب تركتك الدين؟ الخلفية اللي تربيت فيها؟ يعني بهالبرنامج هذا بالبداية، يعني بأي ضيف عندنا أول حلقة له بنحب نعرض التجربة، وبنحب يعني من خلال التجربة نعرف كيف الملحدين يعني ألحدوا، شو الأشياء اللي وصلتهم للإلحاد. فيا ريت نبدأ بمرحلة الطفولة، تحكي لنا عنها من خلال الدين، يعني عائلتك، الأصدقاء، المدرسة، كيف تربيت بهالجو الديني هذا؟ تفضل. طبعا نشأت أنا بعائلة مسلمة، بس يعني معتدلة، مو متشددة. ما انفرض علي الدين بأي مرحلة من مراحل حياتي، ولا أنا حبيت أنه أتعمق بالدين وأدخل به أكثر. يعني مشت حياتي أنه بعيدة عن الدين. كنت يعني أقرب إلى أنه مشكك، ما كنت أصلي ولا أصوم ولا أسوي الفرائض الإسلامية. يعني مرات كنت حتى يعني أكره شغلات بالدين وأحسها تخلف، بس يعني مثل ما تعرف الدين بيه في المنظومة من الخوف، ترهيب إنه ما تخليك تفكر، ما تخليك تستمر. يعني كملت إنه يمكن 22 سنة من حياتي إنه أشك بشغلات، بس محمد وموضوع القرآن إيه كتاب إلهي، مو كتاب كاتب بشر، مستحيل يكون كاتب بشر. بس أكو شغلات بهذا الكتاب إنه ما عجبتني عن هواية ملحدين ولا دينيين، إنه وياك بالبرنامج أو يعني ما طبيت بالدين فد مرحلة من يعني ما صار الدين قوي إنه صليت شيء بزمانك؟ تابعت الصلاة مثلا لفترة معينة؟ صمت؟ صغير كنت كلش، يمكن صليت بس يعني صغير ما كنت يعني استوني دا اتعلم عليه، يمكن استمريت 3 ايام هيك وبتندم عليه. يا لك يا عمي، هذا شيء رائع، يعني انا احييك يعني، ومحظوظ يعني ما تعمقت بالدين. يعني بصراحة اللي تعمقوا بالدين وبعدين بيكتشفوها الخدعة هاي، بنجرحوا بكل معنى الكلمة. يحسون نفسهم مخدوعين يعني كانوا. بالضبط بالضبط. إبراهيم، أنا بدي أسميك أبو البر يعني. على راحتك. إبراهيم، كلياتنا في مرحلة المراهقة مثلا تخطرنا هالأفكار، الأسئلة هاي تنطرح في الدماغ، يعني خصوصا نحن في مجتمعنا الإسلامي. هذا الدين كثير قوي، ويعني ما بتطلع بالشارع إلا يعني يوميا بدنا نسمع الله أكبر 5 مرات مثلا، الأذان للصلاة والأعياد وهالمناسبات، يعني الدين حاضر بشكل قوي في مجتمعنا. هل الأسئلة هي تنطرح في وقت معين تقريبا عن كل إنسان، يعني خصوصا بال 13 14 15، شو هي الأسئلة اللي انطرحت عليك بهالوقت هذا، وكيف تعاملت مع الأسئلة هي؟ كيف أوجدت لها أجوبة وحلول؟ تفضل. يمكن أول مرحلة إنه بديت بيها يعني مو شك، إنه بس بديت أسأل. طبعا أفرح من بهيج مرحلة إنه بديت أفرق بين الصح والغلط. كان الصف 5 ابتدائي، كنا نقرأ التاريخ الإسلامي، حياة محمد وغزواته وشي، فكنت أقرأ عن معركة بدر،
يعني معركة بدر أنه المعتدي بيها واضح، يعني هي عملية تسليب كانت، أنه فأقرأ أنه هذا واضح من معتدي محمد، وكنت حتى أنقهر من أشوف أنه هو غلب بالمعركة بالنهاية. فيمكن هذه أول مرحلة، أنه بس بعدين أكيد تنتهي، لأن خوفك من عذاب القبر، خوفك من أنه تتعذب بنار إلى ما لا نهاية، هاي كلها عوامل ترهيب استعملوها، هو استعملها منظومة الإسلام حتى أنه ما تخلي العالم تفكر، ما تخلي تسأل، ما تخلي يمكن من الأسئلة اللي كل واحد سأله حتى لا يكون لهسه مسلم، أنه منو خلقنا؟ خلقنا الله. زين الله منو خلقه؟ رأسا متعلمين يرددون قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الجواب اللي عندهم، أنا أشوفه جواب ساذج، لأنه يعني على كل شيء تقدر تراهمه، منو خلقنا؟ سوبرمان. قل هو سوبرمان احد، سوبرمان صمد، يعني ما مو فد جواب انه منطقي. بس اذا ما امنت بهذا الحكي انه انت راح تحترق وراح تتعذب وراح، فاكيد انت مجبور تامن. ويعني كان حالي حال اغلب المسلمين هسه، انه ما عندهم فد اطلاع كافي على الدين، يعني ما قاري انه قران، ما قاري تفاسيره، ما قاري السيرة، كل اللي أعرفه عن الدين إنه الكتب، كتب مدرسية مال الدين، وهذا هذا اللي أعرفه عن الدين. حتى إنه لسه أتذكر إنه أكو كذب بهذه الكتب، وأكو تدليس، وأكو يعني كنت أعتقد بصف سادس إعدادي أول صفحة من الكتاب مال القرآن إنه كان على الإعجاز العددي، وهذا طبعا ما لها أي صحة، بس هو لان متعلمين انه ما يتحققون فالكل يصدق بيه هذا. قلت لك لا اصلي ولا شو اصوم. رأيك بالإعجاز العددي؟ هذه بكلمة الإعجاز عموما، يعني الله بقول لك إعجاز علمي يعني. هذا شعور بالنقص انا اعتبره. يا ريت هي بس توضح لي رأيك. الاعجاز هو شعور بالنقص، يعني انه دا يشوفون دينهم انه لا ماكو حضارة، لا ماكو إعجاز. محمد حكى عن البحر، مرج البحرين قبل 1400 سنة، محمد حكى عن الانفجار العظيم قبل 1400 سنة، يعني أنه قلت لك هاي من ضمنها الإعجاز العددي. يعني تخيل أنت حكومة تنزل كتب وبهاي الكتب بيها أغلاط، يعني يحاولون يعلمون هذا الطلاب غلط، يحاولون عدد أيام 360 أو عدد مدري شنو، عدد كلها يعني هي يمكن شغلة جديدة طلع الإعجاز، ما أعتقد في شيء قديم. هو الإعجاز هذا طلع بعد ما المسيحيين طلعوا الإعجاز بالعصر التنوير أظن، يعني هو الإعجاز الإسلامي طلع بالقرن العشرين، يعني هم مقلدين بكل شيء، هم يعني تافهين إلى بعض الحدود للأسف الشديد يعني. طيب أكيد. خلينا نروح على مرحلة الشك، أنت يعني مرحلة تحولك للفكر اللي خلينا نقول يعني ضد الخرافة الإسلامية بالتحديد. يمكن عرفت أول مرحلة خلتني أشك وأفكر، يمكن هي شغلة ملك اليمين، كان يعني ما سامع بيها قبل أنا ملك اليمين، لأن تعرف المسلمين ما يحكوا لك على هذا الموضوع، يعني دائما يحاولون أنه يخفوه وما يحكوا الموضوع ملك اليمين، لأنه فالموضوع مغزي للإسلام. يعني فاكتشفت انه ملك يمين، اكتشفت انه كانوا يمارسوه كل الصحابه، انه ياخذون سبايا من البلدان اللي يغزوهم، وهاي السبايا انه يغتصبوهم حلال. يعني ما تشي وين هذا الاسلام اللي كان اللي حرم العبوديه واللي حرم هذه اللي كنا نسمع بيها القصص، ما كلها ما كلها طلعت كذب. قريت اكثر على مواضيع انهم مثل زواج، هو على الأهم خصوص ملك اليمين وزواج محمد بن صفية، يعني قتل أهلها كلهم وبنفس اليوم اغتصبها، وإنه يقول لك إيه اغتصبها لأنه هي اقتنعت بالإسلام وحبت إنه تكون مسلمة. يعني شو اقتنعت بالإسلام إنه اغتصبها وقتل أهلها كلهم وتقتنع بالإسلام بنفس اليوم؟ مثل قريت على بنو قريظة، يعني بديت أتفاجأ بشغلات
يعني هي سبايكر صارت، هاي حالة بالعراق صارت سبايكر، قتلوا هم 1700 من القريضة، قتلوا من 600 إلى 900 شخص في خنادق، مجرد كونهم يهود وما كانوا يؤمنون بمحمد وما كانوا يعني هذه الشغلات انه خلتني ما اثق بالاسلام، خلتني يعني ردت فد بديل، انه قلت يجوز هاي السيرة غلط، انه خلي التجئ للقرآن. بس هو القرآن يعني هم كتاب انه كله تناقضات وما يخلي من آيات القتل وآيات التحريض يعني بس التوبة واحدة هي كافية، بس سورة التوبة. يعني حتى القرآن وحده إذا تأخذه هو مو كافي، لازم، لأن هي منظومة كاملة للإسلام، قرآن وسيرة وأحاديث يا أما تأخذ الحزمة كلها أو تتركها كلها، أنا تركتها كلها. برافو برافو، بصراحة أنا أحييك على تركك لهالحزبة كلها مثل ما بقول، يعني أشياء لفة. يعني بصراحة يعني الإسلام هو، ومثل ما قلت، يا بتاخده كله يا بتترك كله. طيب فكرت شيء بديانة أخرى إبراهيم؟ يعني أنا ظليت 22 سنة بحياتي إنه ما مسلم، الآن تخلصت من الإسلام وتخلصت أصلاً من فكرة الإله، اللي يعذب الناس لمجرد إنه ما يؤمنون به. هاي الفكرة إنه أنت لأن ما تؤمن بي يعني راح أعذبك، هاي الفكرة أصلاً أنا شريتها من بالي. يعني لو أكو إله صحيح عادل، إنه ما ممكن إنه يعذب، إنه يحاسب الناس على أعمال، أنا أشوف أولى من أنه يحاسبهم على. فلهذا ما فكرت بديانة، يمكن أكو قسم يتحولون للمسيحية، بس أنا ما شفت أنه هي يعني هم نفس الفكرة، إذا ترجع لها هم نفس فكرة الإسلام، هم يعني عذاب بالأخير، لأن أنت مجرد ما آمنت بيسوع. بالضبط. اذا ما بعرف انا، هلا خطر لي، تذكرت زكريا بطرس اذا بتعرفه. زكريا بطرس خطر لي، على قناة حياة. مساوي كان على الملحدين بضع حلقات، فعم بيقول انه المسلم لما بيترك دينه بيروح على الالحاد، وهي محطة للراحة بعد ما يريح بالإسلام بالإلحاد، بعدين بتتجه لنور المسيح. شو بتقول له بقلبي هالفكرة اللي طارحها هو؟ لا، ما اعتقد هذا الشيء صحيح، انه يصير ملحد بعدين يصير مسلم. هو من صار ملحد يعني اشوف انه يعني تحرر بافكاره وتحرر، يعني مستحيل يرجع العبودية ثانية. يعني انت طلعت من عبودية، طلعت من الاسلام، طلعت من القرآن، ترجع هم عبودية ثانية وهم كنيسة وهم طوائف يعني أصدقائنا بشبهوها، واحد بيطلع من مزبلة إلى مزبلة أخرى يعني. طبعا اكيد اكيد. طيب بس هي تفضل اي تفضل 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 إذا انه فهمت. يعني اوكي، يعني مثلا اذا اسمع واحد طلع من الاسلام دخل المسيحيه، صح هي غلط، بس انا الصراحه افرح، لانه يعني طلع من اسوأ دين، يمكن الدين علقة التاركه، يمكن الدين النافه، بس يعني على الأقل إنه خرافة، على الأقل لهذا الوقت إنه هي مسالمة، إنه ما صار بيها أبد. بالضبط بالضبط. يعني انا بصراحة انا يعني رأيي من رأيك مثل ما بقولوا 1000000%. يعني اقل شيء يعني، صح المسيحية كانت يعني نسخة من الإسلام بالإجرام يعني، بس لكن أكيد حاليا أكيد. أصلوا لأجناحاتها، يعني ما بقى يقدروا يسووا شيء. يعني المسيحيين يطلع بإيدهم أكيد راح يسووا مثل المسلمين، ولكن طبعا طبعا، بفضل هذا يمكن المجتمع المسيحي اللي تحول للالحاد او اللادينيه، يمكن غيروا من هذا الفكر وطوروا الدين المسيحي بحيث خلوه. صحيح صحيح صحيح. طيب بدي أسألك، أنت حاولت يعني تجهر بإلحادك بوقت مثلا قلت أوكي أنا ما بقيت آمن بأي هالأفكار الغيبية هالخرافات هي، حاولت تجهر قدام الناس تحكي فيها بشكل من الأشكال تفهم الناس إنه وجهة نظرك على الأقل؟ تفضل.
أكيد يعني أنا ما أقبل أعيش منافق، خاصة بموضوع ترك الدين. كل يوم كل يوم كلش هواي ناس تتموت بسبب هذا الدين. يعني إنه أي يعني أحكي ليش تركت الإسلام، ليش شنو الأسباب اللي خلتني أترك الإسلام. طبعا ما تهمني مشاعر المسلمين من تنجرح، من طبعا كلش تنجرح مشاعرهم من يعرفون واحد ترك الإسلام، بس يعني ما تهمني هذه، لأنه يعني هاي مشاعر المسلمين ما انجرحت من أعمال داعش، وما انجرحت إلا يصل لأنه بالقرآن ومذكورة ويعرفون أنه موجود. بس كنت أجهر، أي كنت أقول أنه يعني مع حتى لو مثلا كانت خطورة على حياتي، بس أنا كنت أقول هذا الإسلام هيجي، هذا الإسلام هيجي بي، هذا سبب المشاكل كلها اللي بنعيشها إحنا بسبب هذا الدين. كيف انت حكيت مع بتحكي مع اصدقائك، مع اهلك، مع أحكي يعني مو أصدقائي، شو كانت ردة فعلهم؟ يعني شو بتكون ردة فعلهم لما بتحكي معهم هيك؟ يعني أنت أي واحد يعني بالنسبة لأهلي، يمكن أهلي خاصة أبويا كلش كان يتقبل أنه ابنه يكون لا ديني أو ملحد أو يعني. بس بالنسبة للمجتمع لا، كان يحاول دائما يلصق فيك التهم، انه يا اما يقول هذا الشخص غبي او مريض نفسي، او القسم كانوا يقولون انه هذا بي جني شيطان لازم يودوه يقرون عليه حتى. اي ف يعني هذول تختلف من شخص لاخر ردة فعل. اي تفضل تفضل. يعني انا بس بدي اقول هذول اللي بيقول لك فيه جني ولا فيه ما بعرف عنكبوت ولا شو من كان، يعني بصح ما بعرف، يعني بصراحة الانسان لا يعني تنتهي الكلمات بوصفهم، يعني بصراحة بتنتهي، أنا غير قادر على وصفهم. يعني مؤمن بهالخرافة إنه الإنسان لما يكون حر بتفكيره، لما يفكر بمنطقية ويطلع من العقلية البدوية هي، من فكرة القبيلة هي، بيتهموه بالجن. طبعا يعني شيء مؤسف، مؤسف كثير للأسف الشديد. طيب برأيك إبراهيم، شو أهمية إنك يعني تجهر بإلحادك اليوم بأفكارك؟ خلينا نقول مو شرط، يعني اليوم أنا مثلا كنت مسلم وصرت لا ديني، خلينا نقول يعني شو أهمية إنه الإنسان يعبر عن رأيه؟ شو الأهمية اللي بتشوفها أنت؟ تفضل. يعني أنا أشوف كلش مهم إنه يحكي، إذا ظروفه طبعا تسمح له إنه يحكي بهذا الموضوع. دائما المسلمين يحاولون يبينون إنه اللا دينيين هم أول شيء قلة، ويعني يحاولون يسخفوهم إنه مرضى نفسيين وما فهموا الدين. مع العلم أني إنه أشوف أكثر تحكي وياهم من اللا دينيين أو الملحدين دين من المسلمين. فمهم كلش انه تحكي، يعني على الاقل انه تخلي انه تفضح دينهم، تخلي العالم انه تفكر بهذا الدين، تفكر بالشغلات الموجوده بيه، تفكر بالقتل، تفكر بالكراهيه الموجوده بداخل هذا الدين. يعني مثلا انت من تشوف روحك والتاركين الاسلام حياتهم مهدده بخطر، وانت كل شيء ما تقدر تقدم لهم، بس إنه تفضح دينهم، فأكيد راح تفضحه. بكل تأكيد. طيب إبراهيم، أنت كعراقي، يعني أنت شخص عراقي وكلنا شايفين طبعا، وأنا سوري ماني أقل، يعني بلادي ما هي أقل سوء من بلادك اللي عم بيصير. برأيك شو تأثير الدين للمرحلة اللي وصلت لها العراق، يعني بلاد الرافدين الغالية علينا بصراحة؟ يعني شو الدين، شو سوى، شو تأثير الدين على البلاد؟ تفضل. يعني الدين هذا تأثيره واضح، انه من يعني يمكن ماكو مكان بالعراق انه ما تأثر به الدين. يمكن بشمال العراق هسه داعش انه طبق لك الدين السني، وبالوسط والجنوب الشيعة والميليشيات طبقوا لك الدين الشيعي. يعني العالم انه
خلخل الدين بدمغتها، حتى بالانتخابات انهم من يقررون رئيس، شيء ينتخبون على اساس ديني، ينتخبون على اساس انه هذا من طائفتي وهذا من ديني وهذا انه لازم انتخبه ولازم، وما يدرون هذه انه هذا وصلنا له احنا كله من وراء هذا انتخاب عالم، انه مكتوب حزب اسلامي انه توجهاته شيعيه العالم انتخبته، حزب اسلامي توجهاته سنيه العالم، بينما الاحزاب العلمانيه ولا هذا شو كلش قليلين ينتخبون. طيب انا بدي اسالك هلا بصراحه، يعني يا ابراهيم، شايف نسبه الخارجين من هالخرافه، خرافه الاسلام، الاغلبيه عراقيين، يعني برايك شو السبب؟ بس ما سمعت السؤال لأنه الصوت قام يقطع. انا بتمنى تكون عم تسمعني هلا جيد. هسه ده سمعك جيد. تمام. يعني انا هلا من خلال تجربتي بهالبرنامج هذا والمجاهره بالالحاد، الأغلبية بصراحة من العراق الحبيب، يعني بصراحة، وكل أصدقائنا المجاهدين الأغلبية من عراقيين. برأيك شو السبب إنه العراقيين هن الأغلبية في خلينا نقول بنبذ هالفكر الغيبي الخرافي هذا؟ تفضل. اي يعني العراق حسب ما شاف انه صار له 13 سنه، يعني يمكن سوريا صار لها 5 سنين او 6 سنين، بس العراق صار له 13 سنه من القاعده، من يعني كلها جماعات اسلاميه تحاول تطبق الاسلام، كلها وكلها هي تشوف نفسها هي الصحيحه، انه خلى العالم تفكر انه هذا الانتحاري ليش فجر نفسه، انه هذا السؤال، انه ايش حيحصل؟ يحصل فلوس، هو حيموت، شنو يحصل فلوس؟ انه اكيد اكو فد عقيده، اكيد اكو فد طغيان، انه هو يعتقد انه بالاخر حور عين حور، يعني تخلي العالم انه تفكر انه ذول ليش يجي يسوون؟ شنو هذا اللي حيحصله من وراها؟ يعني تخلي العالم انه تعرف اكو ارتباط بالدين بهاي الشغلات اللي تصير بالعراق، و يعني العالم تبدي تقرأ الدين أكثر وتبدي تتعرف على السيرة، وتبدي يعني حتى إذا هي ما كانت مهتمة للدين فهي راح تبدي تقرأ حتى تعرف اللي يصير حواليها، تعرف شنو اللي يصير، وتعرف يمكن أكو قسم كبير من عندهم من يقرون الدين مثل أنا، يعني صار وياي أنه أتركه، أكو قسم تحاول تبرر وظيفتها كلها هي التبرير وتجميل الإسلام، يعني صراحة أنا هذا القسم ما أحترمه، لأن هذا عنده يعني الدين أهم من حياة الإنسان. طيب هالقسم اللي بيبرر، برأيك شاد ممكن يستمر بهالتبرير؟ يعني إلى متى ممكن يقدر يبرر قبل ما يرجع لنفسه يفكر بأنه يا أخي أنا عم ببرر؟ طيب وبعدين شيء، يعني بعدين بيجي هالإحساس هذا أنه هذا الشيء غلط أنا عم ببرر له، يعني برأيك شاد ممكن يستمر؟ تفضل. مو احنا يمكن احنا هذه البرامج اللي انت مسويه والجروبات يمكن تتبرر انه قرأت الدين، يعني انت من تقرأ يا اما حصير 3 شغلات، يا ارهابي يا اما تصير تتركه او تقعد تبرر، يمكن الجروبات الالحادية وهيجي برامج انه اكثر اهتمامها يصير بهذا الشخص اللي يبرر، لانه هذا شخص ما صار ارهابي، اول شيء ما طبق هاي النصوص، حاول انه يبقى يبرر، يعني حسب شفته انه هذا الشخص ما يستمر هواية، ما يعني ما يستمر فترة طويلة انه يبرر، انه لازم يا اما صار هيجي او صار هيجي، يعني احنا اكيد لازم كنا نشتغل حتى انه يترك الدين، اكيد ما يصير راضي. أكيد أكيد. إبراهيم، أنت إيش أصل لك ملحد رسمي؟ خلينا نقول تقريبا 3 سنين. 3 سنين. وقبل كنت بتدخل على الفيسبوك مثلا بصفتك مسلم ولا لا؟ يعني شنو بصفتك مسلم؟ شنو قصدي مثل هلا الشباب اللي بيدخلوا على الفيسبوك مثلا وبيصيروا بيبرروا للإسلام، يعني لا، ما كنت واصل لمرحلة انه ابرر للاسلام، لانه انا قلت لك كنت مشكك، يعني كنت اتقبل انه فكرة واحد ينتقد الدين، وبالعكس انا كنت اريد اشوف واحد يفكر نفس تفكيري،
كنت يعني اريد اشوف انه واحد يفكر نفسه حتى تشجع انا افكر، لان انت من تشوف نفسك انه وحدك انت هذا تفكيرك راح تقول هاي المشكله بي، يعني ما معقول هذول الباقيين كلهم ما حد يفكر بهالطريقه بس انا بدي افكر بيها. طيب هلا خلينا نقول يعني اذا حزب علماني استلم العراق، او خلينا نقول انت بقول يعني شلنا صدام وحطيناك انت كرئيس جمهورية، شو كيف ممكن تبدأ تصلح العراق؟ يعني هي اكيد الحكم العلماني، بس يعني انت جاي تحملني اكثر من طاقتي تقول لي تصير رئيس العراق، بس يعني انه يعني اكيد انه واحد انا اشوف يفصل الدين عن السياسة، هذا اول شيء ممكن انه يسويه، انه اوكي انت دينك بس انه ما تأثر على البقية، ما لك علاقة بالبقية، كيفك صلي روح شو تسوي سوي، بس انه لنفسك اضرب روحك زناجيل الطم هاي الشغله لنفسك، بس انه لاي واحد ما تاذي، المفروض انه ما تروح على المرتد تقول له يعني تقتله او تهدده، او يعني كل شخص انه المفروض انه يمارس حريته. انه طيب آسف، أنا بس بدي أقرأ شوية تعليقات وأصدقائي، أنا بتمنى مداخلاتكم، أنا راح أفتح السكايب بعد شوي ونشوف، يا ريت تتداخلوا معنا وتشجعونا الأخ إبراهيم وتشجعوا يعني الأصدقاء الآخرين. في الأخ الحسيني يعني عم بيقول تحياتي لك جان وللنبي الجديد إبراهيم، أتمنى أن أتعرف على أكبر عدد ممكن من العراقيين الملحدين أولاد بلدي. الحسيني، طبعا الحسيني كان معنا أظن أول امبارح، طيب الحلقتين؟ قبل حلقة أول امبارح كان قبل الحلقة الأخيرة. شفت العرض أنا طبعا أكيد أخي الحسيني، نحن كنها يعني تحياتي له طبعا. نحن مثل صار فينا مثل المسلمين الأرانب عم نتزايد بشكل مفرخ بشكل سريع يعني. فأكيد أخي الحسيني راح يكون عندك أصدقاء إلى يوم الأصدقاء مثل ما بقولوا من الملحدين. في تعليق آخر من الأخ عمر، أظن عمر أركات أو أريكات عريقات بلكي يكون، المهم عم بقول مرحبا أخي جان لك ولضيفك الكريم، أتمنى أن أكون معك في البرنامج قريبا. أهلا وسهلا فيك أخي، في أي وقت البرنامج برنامجك، ولكل شاب يريد يجاهر في بإلحاده، ومثل ما تعرفوا يعني نحن أنا على طول أشجع إن شبابنا يجهروا حتى نوقف هالطغاة هذول اللي نهبوا بلادنا يعني بشرا وحجرا، يعني ما عافوا شي فينا، يعني قتلوه إلى يوم القتل. يعني أنا بتمنى كل الشباب وقفوا وقفة واحدة ونقول طز فيكم في دينكم يا إرهابيين، ونوقفهم عن حدهم. نروح نشوف تعليق آخر من الأخ خالد، عم بيقول تحياتي أخي جان لك ولضيفك الكريم، ونقدر لكم جهدكم في نشر الوعي ومحاربة المفسدين وإلى الآن. شكرا كثير، شكرا كثير أخي خالد. أخ يوسف عم بيقول تحياتنا لك ولضيفك الكريم، شكرا أخي يوسف. طبعا الأخ أحمد كرر نفس التعليق، يا ريت أحمد أنا بتمنى منك يا ريت إذا بتقدر تطرح أسئلة جديدة، يعني هل التكرار بالتعليق هذا يعني يا ريت تحاول تتجاوز إذا بتقدر، يعني شكرا كثير لك. طيب خلينا نروح نشوف أخي إبراهيم، عندي سؤال يعني برأيك كيف ممكن نحن كملحدين نقدر نوصل صوتنا للناس اللي جوا، نقدر نفهم أهالينا أنه هن على خطأ وعايشين في عصر انحطاط، ويعني ونفهمهم أنه هالدين هذا هو السبب الرئيسي في دمارنا؟ تفضل. طبعا للي يقدر طبعا، انه مو انه شخص يعرض حياته للخطر او شيء، انه للي يقدر انه يعلن عن تركه للدين ويعلن عن اسباب تركه للدين ويفكر بصوت عالي من خلال هيك برامج او من خلال
الجروبات للعادية، وإنه نحاول نبين للمسلم إنه قذارة دينه، إنه لازم المسلم يعرف إنه هو إيش داي آمن، هو مدى يآمن إنه الدين يدعي له إنه بس بر الوالدين، وده يدعي لا دين، ده يدعي للقتل، ده يدعي للكراهية، ده يدعي لا، لازم إنه يعرف إنه دينه إيش يحتوي. يمكن أنا أشوف إنه نقاشات المسلم ويا الملحد إنه تحفز المسلم إنه يروح يقرأ دينه، يروح يتأكد من الشغلات الموجودة بيه. يعني أنا أشوف أحسن شيء إحنا نسويه بهالمرحلة إنه نفضح الإسلام. طيب يعني هلا مثلا في بصراحه يعني نحن اغلب المسلمين تعليمنا تعليم فيلم الرساله، يعني التعليم الديني اللي نعرفه عن الدين هو فيلم الرساله، يعني مثلا مثل بر الوالدين. يعني انا اتعجب منين جاب محمد، وحتى يعني هو الرجل هو ما بر والديه، يعني ما بر امه، يعني امه دخل جهنم. يعني شو تقول بهالفكرة هاي، فكرة انه الاسلام بر الوالدين، مع انه نبيا هو ذات نفسه ما بر والديه. يعني أكيد هو من يعني الاسلام انت كل شيء بيه، يعني شلون مثل اكو تشبيه يقول لك مثل البوفيه، انه مفتوح، انه كل شيء بيه، شو تريد تاخذ انه موجود بيه. و يعني مو انه ما تلقي شيء زين بالاسلام، لا لازم انه تلقي، انه بس تلقيها كتاب على ورق، انه مثل ما قلت تبر الوالدين. هو شو سوى محمد وياه؟ اكو يمكن واحد من الاحاديث هسه يمكن قلت انه سألوه عن أعتقد أبوه أو أمه، قال بالنار، إنه هو سألوه عن أمه بصراحة، هو على عن أساس لا، نعم لأنه هو يعني معروف إنه وضعه بمكة كان معروف إنه الناس كلها بتتهمه إنه ابن زنا. يعني أنا ما بقدر أأكد أو أنفي ما كنت معهم يعني، بس آه. التاريخ بيقول إنه كل أهل قريش كانوا ما يعترفوا فيه إنه هو ابن، يعني ابن حلال خلينا نقول يعني. لا هو مبين من انه عنده عقده من هذا الموضوع، عنده عقده انه حتى يحاول يدفع الشبهه عن نفسه انه هو ابن زنا، انه حتى يمكن انا قاري انه حديث يقول لك انه ما يدخل الجنه ابن زنا. زين زين، اذا هذا حديث صحيح، هو شعلي ابن الزنا، يعني هو مشكله اهله، يعني انه شنو ما يدخل الجنه على اي اساس؟ صحيح صحيح بصراحة، يعني هو أول واحد، هو لازم يكون حطب جهنم محمد. يعني محمد هو حطب جهنم، وإذا طبعا إذا سلمنا بالأسطورة يعني بهالخرافات التافهة هاي يعني، بس لكن للأسف الشديد يعني. على كل في عندي تعليق من الأخ على السكايب، من الأخ ماد بيكر عمول بويكر: أنا محمد من تونس، أتمنى أن أشارككم في الحوار، لكن لدي بعض الالتزامات العائلية ولا أستطيع أن أجهر بإلحادي لكي لا أجرح مشاعر ناس يهمها مصيري. دائما ما كان عندي شك في دين في الدين ووجود الله، بس ما كان عندي مشكل مع الأديان لحد ظهور الدولة الإسلامية، وبعد بحث تمعن وظهر أنه رجال الدين كل عندهم تأثير كبير سلبي في المجتمع والمنظومة في المنظومة التعليمية والثقافية. نحن كملحدين لازم نتخذ نظام ومنهج المراحل لحد قديم من الدخول في العلم. هذا أهم شيء لازم يتعمل، لازم نعمل مجتمع افتراضي ونساند بعض، وبعدين يمكن محق الأديان إلى أبد الآبدين، لأن الإنسان لم يوجد لعبادة إلا مرئي والخرافي، اللا مرئي والخرافي. طموح الإنسان هو أن يوصل ويعرف ويفهم قوانين الطبيعة ويعمر الكون. بكل تأكيد أخي محمد، بكل تأكيد، وأنا أشكرك على الرسالة هاي، ولكن شوي الكتابة أنا يعني خربطتني. يعني الكتابة يا شباب
بتمنى تكون كتابات صحيحة، مشان أنا ما أخربط يعني وأظهر ماني قارئ مظبوط قدام الناس. طيب خلينا نروح على سؤال آخر أخي، برأيك كيف لازم نحن كمجتمع، يعني أنا سألت طرحته بس أظن ما جاوبتني عليه بالسؤال، كيف ممكن نوصل صوتنا لأهلنا أو نفهمهم إنه هن يعني غير، ما عدا البرامج هي مثلا اللي عم نعملها، ممكن يعني بشكل أوسع بشكل أكبر خلينا نقول نوصلهم إنه دينهم دين خرافة، دينهم وهم، دينهم، وفهمهم إنه الدين هذا هو سبب الدمار هذا اللي صاير يعني. أكيد يعني من خلال النقاش وياهم أول شيء، وبيان أسباب تركنا للدين، من خلال تبين لهم أنهم دا يعبدون فد وهم، يعني لا دا يقدم ولا دا يأخر، فد صنم افتراضي أنه هم حطوه براسهم ودا يعبدوه. والأسوأ من هذا أنه يريدون يحلون المشاكل من خلال الدعاء. يعني لا، مثلا لو الدعاء انه يصير كان افغانستان هسه احسن دوله، هي من اتعس الدول، انه كان ما وقعت يمكن قبل سنه، وان وقعت على هذه بمكه من وقعت الرافعه، لو هذا الدعاء كانوا يدعون على الدنيا كلها تالية توقع عليهم رافعه. لازم انه يعرفون انه هذا وهم، هذا صنم افتراضي دي يعبدوه دي يدعوا له. ودي طبعا صعب، انه اكو قسم من الناس صعب انه تشرح لها انه هو قضى حياته كلها دي يعبد بهذا، ويصلي ويصوم وكله على مود لا شيء، بس اكو قسم من يتقبل هذا الشيء، واكو قسم يعني اكو قسم ما يتقبلون، يعني انه يا صحيح. رأس شو بتقول للمرأة؟ طيب المرأة اللي كرم الإسلام تكريما لا مثيل له، يعني جعل بسعر الحمار والكلب والغائط وعلى هالأشياء اللي بنعرفها كلياتنا، يعني شو بتقول للمرأة هي اللي بتروح للحج وبتفطر، وخصوصا نحن هلا على موسم الحج الخرافي هذا، وبتفطر وبتبكي يعني شو بتقولها للمرأة؟ تفضل. يعني أنا شفت أكثر المدافعين عن الإسلام هم من النساء. هذا الشيء يعني أنت يعني تشوفين مكانتك بالإسلام، يعني شلون إنه الدافعين عن كتاب مثل القرآن إنه يقول واضربوهم. يعني أتعجب إنه البنية من الدافع أكثر من الولد. يعني مثلا الولد الإسلام يعطي حقوق، يعطي 4 زوجات، يعطي كل الحرية للولد بالإسلام، على عكس من المرأة إنه عادتها نص الرجل ناقصة عقل ودين، يساويها بالحمير بالغائط، يساويها يعني إنه فد احتقار للمرأة مو طبيعي. وهي يمكن هذه تعكس إنه تفكير محمد صحيح تفكير صحيح. محمد طيب معنا اتصال من الأخ سال أسد العراق، تفضل أخي سال. حبيبي حبيبي جان، تحية لك أولا، نبينا الحبيب جان برو، حبيبنا تحية سال، لأخ ابن الرافدين. أهلا بك بدعوة حبيبي. صراحة أبناء الرافدين يرفع الرد، بس كالعادة بالضبط بعد ما أيسنا منهم قبل فترة، من لما حكم الإسلام وحكم صدام وحكم غيرهم. صح. فنفتخر بك أخي الحبيب وعلى الأفكار الحلوة اللي تحملها. عندي مجموعة نقاط، واحدة منهم ذكرها الأخ، المبررين. سامعني جان؟ سامعك، تفضل أخي سعد، تفضل. جيد. المبررين طبعا خطرين جدا، لو كان لهم علم بالإسلام أو بعلم أو بدون علم. ويحضرني شخص قبل فترة بعث لي طلب صداقة، ويحكي ان يعني يمدح انه اي لايك يو، احب البوستات بتاعتك، احب افعالك، ما شو، بس لما رحت شفت الفيسبوك بتاعه كله جمعه مباركه الا الحبيب صلى الله عليه وسلم وتبر، رجعت لي قلت له تعال واتس ذس، ما هذا يحكي لي انا لازم يعني اداري مشاعر اهلي واخواني واصحابي.
فقلت له صراحة، قلت له أنت أخطر من المسلم نفسه. So, المبرر واحد والثاني اللي يحاق يعني مشاعر الآخرين. وقبل شوي ذكرت نبينا الحبيب الأخ اللي اتصل على سكايب بعث مسج يعني يخاف على مشاعر أهله. طيب كيف مشاعر الآخرين؟ مشاعر العالم 7 مليار people، 7 مليار ناس تقطع الرؤوس أمامهم ويفتخر المسلم، يقطعون الرؤوس والأرجل والأيادي ويقتلون النساء ويسحلون ويعرون النساء، ألم تخجل أو الأم تستحي من ذلك؟ فالمهم وصلنا إلى مرحلة من الانحطاط، يعني لا تضاهي أي مرحلة أخرى. وجين أنا أشجع كل أي شخص أينما كان الظهور في قناة جان، في قناة إجهر. والأخ إبراهيم أنت حصلت الآن حسنة واحدة إميديت، لأن أنا نوعدك بحسنات في الآخرة، أنت حصلت حسنة، التقيت بنبي جان. سالي، المشكلة الحسنات اللي بيتلقاها ما راح ياخذ بدال حور عين عنا، يعني ما في حور عين. ما في حور عين يعني للأسف الشديد. بالضبط. سأل أنا بدرس بمناسبة الحج هذا اللي جاي، والناس اللي رايحة تدفع فلوسها للأسف الشديد يعني، وناس أغلبهم فقراء يعني، اللي عم بيجمعوا دم قلبهم مثل ما بيقولوا، بيروح بيحطوها بالسعودية في سبيل خرافة، في سبيل إنه يتموا فقراء يعني، هو الدين سبب تفقيرهم بالزيادة. شو بتقول بهالمناسبة هي يعني؟ الصراحة وحياة الداروين يعني يتقطع قلبي عليهم، يعني تحويشة العمر يأخذ على المسكين الفقير. الغني كان فقير ويذهب إلى آل قرود، إلى مملكة البهايم، ويروح يصرف المصاري هناك. ويعني السعودية تعمل يعني أرباح من شراء الأغنام ويعني الماعز وأعرف شو من أستراليا ومن نيوزيلند، يجيبوا يعني بأسعار ويبيعوها ويقتلوها ويرجعوا يبيعوها. يعني الملك هذا الجربوع، الملك السعودية، يعمل 3 أضعاف المصاري اللي يعملها في أسبوع واحد. صحيح. والمسلم مثل ما معروف يضحك على الهندوس ويحكي إنه يعبد البقر، ويضحك على المسيح ويحكي إنه يعبد الصليب، ويضحك على غيرهم، وهو يروح للحج يلف حول حجر تافه، يرمي حجر بحجر، يركض على حجر ويصعد على حجر ويحكي ان الحمد لله على نعمة الإسلام. وما في مسانية بالمرة. مغفلين. ولو بس يلقون نظرة على صورة الكعبة قبل البترول، قبل النفط، نظرة بسيطة على صورة الكعبة وشوف ما أدفعها من بناية. أوصل نقطة أخرى حبيبي، آسف إذا أخذت وقت طويل. لا خذ وقتك، تفضل. Thank you. نقطة ذكرتها حضرتك نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه في حزب علماني في العراق، يعني كنا متأملين خير فيه، حزب علماني ويؤمن بالإسلام وبالقرآن، هذا غير علماني، حزب بهائم. صحيح. حال وحال البهيمة محمد قبح الله سره وصحابته الصعالي. عفوا سأل، قبحت جلدة الحنفية سره. وصلى الله على جورج بول وسلم. أجين حب وتحياتي لكم، وصراحة مصدر فخر أشوف يعني أصحابنا وأخواننا حبايبنا العراقيين أولا عم يظهروا ويتركوا هذه الخرافة. والأخ ما أعتقد من خلفية شيعية يعرف أن أهالينا هناك أصبحوا يعبدون القبور الفارغة ويقدسون هؤلاء الرعاع صعاليك الصحراء. إلى الأمام أخي جان، وشكرا للأخ الحبيب إبراهيم، وتحياتي لكم. شكرا سال، شكرا كثير حبيبي، شكرا على الاتصال. وقدر وقتك المتابعة، وقدر الاتصال تبعك. شكرا كثير سال. Thanks. Bye bye.
طيب إبراهيم، في عنا بعض أسئلة لك يعني من اوكي. أصدقائنا على اليوتيوب. في أنتي لجندس أو المهم، أتمنى يتم اختيار مسمى جديد غير الملحدين، لأن فقط المؤمنين بالأوهام أطلقوا هذه المسميات مثل كافر، زنديق، ملحد، وكأنها سبة. يعني اللي عم بيقول انه كأنه كلمة الملحد هي مسبة، انه يعني عم بيقول لي بقى الحال طبعا انه المؤمنين هن اطلقوا حتى يوم التسمية، اطلقوا التسمية على الملحدين. شو رأيك انت هم اللي اطلقوا التسمية، اطلقوها يمكن من لحدة، انه يعني ما اصاب الهدف، انه يعني انه اخطأ، يعني مثل معناه انه يكون اخطأ. اكيد اكيد هذا الشيء، انه لهذا انا احب اسمي نفسي انه لا ديني، يعني انه لا ديني، ما اعتنق اي دين. تمام أحس التسمية تسمية أكثر صح تمام أنا بصراحة يعني للعلم. أنا مع نبينا سامي الذيب بهالتسمية هي. أنا تسمية الملحد هو كل شخص فينا ملحد، يعني أنا بس حب أوضح النقطة هاي، إنه كل شخص فينا هو ملحد. يعني المسلم المؤمن مثلا هو ملحد عن الفكر المسيحي، ملحد عن الفكر اليهودي، ملحد عن كل الديانات وكل الأشياء. فكل شخص فينا حتى كان مؤمن بخرافة ما ولا مؤمن بأي شيء هو ملحد في الأساس، يعني ملحد عن بقية. يعني نحن ملحدين عن أنا كل هالبشر هاي. بس كلمة لا ديني، أن تدين بشيء، يعني ما في. قولت نبينا سامي الدين بوضح بشكل جيد، وفي فيديو خاص أنا حطيته لنبينا سامي الدين، إنه التدين بشيء، التدين بال يعني بفكرة معينة، بأخلاق معينة، بشيء معين. يعني لا شيء، الدين هو القانون كما شرح نبينا سامي الدين. فأنا بصراحة أنا مع تسمية ملحد، وأنا ملحد وأفتخر وأقولها أنا ملحد. يعني أنا ألحد عن أفكاركم الهدامة، أفكاركم الغيبية التافهة إلى أبعد الحدود. افتخر انه بالنسبه لكم انا خاطئ، انه بالنسبه لافكاركم ولاجرامكم انه انا خاطئ، هذا الشيء افتخر بيه بالضبط اكيد. بالضبط، ويعني واعتبروني زنديق، وأنا زنديق، أنا كافر، أنا كل شيء أنتم لا ترغبونه. يعني بالضبط. اكيد. طيب، في عنا سؤال آخر. الأخ خالد عم بقول، الأخ جان، سؤال السيد إبراهيم: هل كان يتناقش مع المتدينين كثيرا، وما هي الصعوبات التي كانت تواجهه معهم؟ تفضل. كنت اتناقش ويا المسلمين كلش هواية، يمكن اكثر الصعوبات اللي تواجهني انهم ما يعرفون دينهم، يمكن هذه من اكثر الصعوبات اللي تواجهني. يعني انت مثلا تقول له انه دينك محمد هذا طلق مرت ابنه بالتبني حتى هو يتزوجها، هو يقول لي لا ماكو حكي، تتلفق على الاسلام، تلفق انه بهاي الطريقة يحاول يبرر. إضافة لأنه هواي صعوبات أنه تواجهك، يعني أنه من تناقش أي شخص مسلم يكون أنه عنده فكر متطرف، يجوز يسبب لك مشاكل، يجوز. بس أنا أشوف أنه من الصحيح أنه واحد يناقش المسلمين. بالضبط، وشفت هواي مسلمين متناقشتهم تغير طريقة أفكارهم. هو لازم واحد يدخل عليهم يناقشهم، لازم يطرح عليهم افكار يقول له انت غلط، او حتى اذا بدأ بالنقاش بالسباب يعني بالنهاية بده يفكر. يعني لازم يصير له صدمة، ورا اكيد هاي الصدمة راح يبدي يفكر هو أكثر. بالضبط بالضبط. طيب، معنا اتصال من الاخ جانو. اخي جانو تفضل. الو، انت معنا؟ جوان اظن. مساء الخير، يا ريت تعلي صوتك لانه الصوت شوي واطي. تفضل. مساء الخير جان، مساء مساء الخير الخير، اهلا طارق، وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. احييكم. انا طارق من اسبانيا. طارق، اهلا وسهلا فيك طارق. احييكم على المجهود يعني
لتنويرها يعني هذه الثقافة المظلمة المتحجرة التي تعيش في حضيض التاريخ. ولدي سؤال لي عزيزنا إبراهيم. تفضل. يعني في 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 في, في الثمانينات عندما كان صدام حسين، الانطباع الذي كان لدينا من العالم العربي هو ان يعني العراق كان دولة، يعني رغم النظام الدكتاتوري الذي يعني كنا لا نكذب على انفسنا في هذا، لكن كان هناك نوع من الانفتاح العلماني، كان هناك وزراء مسيحيين الى اخره، وكانت الحياة العامة في العراق يعني حياة علمانية، يعني لم يكن تأثير الدين بهذا الشكل الذي نراه اليوم. أسأل عزيزي إبراهيم، أنا أرى أن إبراهيم يعني هو شاب صغير، ولكن ربما لديه شهادات مباشرة عن طريق أهله وعن طريق عيشه في العراق ليخبرنا. هل تسمعني؟ تفضل. ليخبرنا أو ليشرح لنا هذا التحول، لماذا سنوات صدام حسين التي كانت نوعا ما بين قوسين يعني سنوات حكم، وإن كان ديكتاتوريا في منحاه السياسي كان فيه نوع من الانفتاح المدني، لماذا تحول المجتمع العراقي فجأة إلى مجتمع من القرون الوسطى؟ هذا هو سؤالي لأخي إبراهيم. أكيد. وأحييكما مجددا وشكرا لكم. شكرا اخي طارق، شكرا. انا اسف قريت اسمك جانو، يعني انا لانه حطت جوان جون او شيء من القبيل ففكرت الاسم هو نكني. لا المهم هي الماده. اكيد اكيد اكيد، ما نساله وما نقوله وما نفكر فيه. بالضبط 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 اخي طارق، شكرا كثير حبيبي، شكرا كثير. طيب اخي ابراهيم، سمعت السؤال؟ اي سمعت. طبعا. بالعكس يعني ما أشوف يعني كان حكم صدام هو حكم علماني، يعني أنا أتذكر كنت بالابتدائية أنه حملة الإيمانية، يعني هاي كل يوم بالاصطفاف الصبح أنه يحاول كره اليهود وكره المسلمين، يعني هو دكتاتور كان، بس أنه صح كان مثل ما منطي مجال للشيعة انه مثل ما هسه انه يسوون الشيء اللي يسووه، بس هو هم كان انه حكمه اسلامي، كان يعني ابسط شيء انه كان اللي ياكل بشهر رمضان كانوا يعتقلوه، كان جن للعيد، يعني انه شو واحد يعتقل شخص بمجرد انه كان ما صايم وياكل قبال العالم، انه فما اعتقد انه كان حكم صدام. بس طبعا الوراء جوي لان هم شيعه والاغلبيه شيعه، وصارت اعطوا مجال للشيعة انه يمارسون حقوقهم ويمارسون هذا، فطلعت او موجودين الاسلاميين شئنا ما بين بالاتجاهين. بالضبط بالضبط. وانا كمان عندي هون كمان يعني جواب للاخ طارق، يعني بصراحه كثيرين خصوصا من سوريا والعراق، يعني سوريا والعراق حكم حزب البعث، يعني وحزب البعث يعني القشور الظاهرية انه يقول علماني وحقوق مرأة وهالحكي المتكرر. الله مثلا خليني بسوريا، يعني حزب البعث هو نسخة تقل اصلا من حزب البعث العراقي، يعني حزب انقسم على نفسه مين بده يحكم هالبلد وهالبلد، يعني هي القصة كلها. يعني الحافظ الأسد لما كان بالحكم بالفترة بداية التسعينات أو خلينا نقول آخر الثمانينات، السينما سكر، ما تمشي اسمه سينما عنا بسوريا. يعني أنا كنت ببداية الثمانينات كطفل مراهق أروح على السينمات نشوف أفلام جديدة نشوف، بعد سكر السينمات، أغلب السينمات بسوريا سكروها وحولوها لصالات أعراس وهالأشياء هاي. في عهد حافظ الأسد تم فتح معاهد الأسد لتحفيظ القرآن. يعني عقلنة داعش الحالية هي اجت اصلا من وراء حزب البعث، يعني من وراء القيادة السورية هي اللي طالعت على العالم هاي،
يعني اول ما دخلت امريكا على العراق، النظام السوري هو اللي كان يدرب القاعده ويبعثها على العراق، وهذا شيء معروف يعني. هذا شيء معروف يعني، هو اللي كان يدرب، ومنه القعقاع هذا اللي كان معسكر بحلب يعني جم حارتنا مثل ما بقولوا. فمسألة العلمانية، في ناس بنظروا للنظام السوري ولا إن كان نظام المقبور صدام هذا على أساس كان علماني ويدافع عن الأمة العربية، وهالشعارات اللي يعني التافهة اللي ملينا منها، هو مجرد غطاء يغطوا فيه حالهم يعني. عندنا نظام علوي بحت من سلالة علي بن أبي طالب وانتهت نقطة على السطر، انتهى يعني. علويين استلموا الحكم ضد السنة، وممكن يذبحوا كل السنة في سبيل يبقوا تم الخلافة لهم، تم السلطة لهم للعلويين. وكان نظام صدام نفس الشيء، نظام السنة حاكم البلد هاي، يعني نظام السنة ضد الشيعة، ضد أحفاد علي بن أبي طالب والحسين، فممكن يدبح الشيعة كلهم في سبيل يبقى في السلطة. وهل مسألة العلمانية هي قشور فقط للوجه الخارجي لا أكثر ولا أقل؟ شو رأيك أنت إبراهيم؟ صحيح، أكيد ما تقدر تعتبرهم علمانيين، يعني أنه أنت هسه تقول أنه مسوي هذا حتى يحفظ قرآن أو يسد سينما أو يسد، بس هي الناس أنه يعني مثلا من أعتقد من تونس كان أنه يسمع أنه بذاك الوقت ما كان أكو مشاكل، وما كان أكو يعني ما كانوا يعرفون، ما كانوا عايشين ويانا حتى يعرفون أنه صار، ما كانوا يعرفون أكو كانت حملة إيمانية، حملة هم يعني تحفيظ قرآن، تحفيظ صحيح. وهو هي يعني كانوا النقاد يسموها استقرار المقابر يعني كان في استقرار، مثلا كان في سوريا ولا كان في استقرار بالعراق، هي استقرار المقابر يعني. يعني المخابرات السورية، أنا كسوري بعرف إنه كان يغتصبوا النساء أمام أعين أزواجهم وأخوتهم يعني. أكيد هذا من التراث الإسلامي هذا. بالضبط، ونظام العراقي ما أظن يكون يعني أقل سوء. نفس الموضوع. بالضبط. طيب خلينا نروح على شوية أسئلة أخرى من الأخ يوسف عم بيقول سؤال للضيف الكريم. من المعروف أن الاتجاه العام في العراق هو اتجاه ديني وطائفي متطرف، هل لاحظ الأستاذ إبراهيم من خلال احتكاكه مع العراقيين أن هناك نوع من الصدمة من حيث فقدان الثقة في الدين الإسلامي، حيث هذا الدين لم يحل أي مشكلة للمجتمع بل بالعكس يزيد من تشظي المجتمع؟ لهذا السبب تشوف عادات كلش كبيرة من اللادينيين والملحدين العراقيين، يعني هي صارت مثل الصدمة، انه يعني ده يشوف انه لا السنة فالحين انه يطبقون الدين ولا الشيعة فالحين، لان هم اثنيناتهم ياخذون من مصدرهم واحد، من مصدر القرآن، واثنيناتهم خرافاتهم واحدة وخرافة، فاكيد ما صارت اكو ثقة بالدين. لهذا انا اتوقع من يعني فترة سنتين 3 سنين راح يصير كل شوية أعداد ملحدين بالعراق، وراح يعني راح ينجبر المجتمع إنه يحترم أفكارهم، يحترم آرائهم، يعني يمكن لو شوية صار أكو حرية تفاجئون بعدد الملحدين بالعراق. بكل تأكيد يعني أنا متأكد هلا الملحدين إذا بكل العالم المتكلم باللغة العربية، خلينا نقول إذا الملحدين طلعوا وحكوا وطالعوا حاليا، انا ما عم بقول لسه بالمستقبل، حاليا اذا الملحدين طلعوا وقالوا نحن ملحدين وعبروا عن افكارهم، بده يغصبوا غصب عن المجتمعات هي انه لانه يعترفوا فيهم يعني، لانه الاعداد كبيره بصراحه، الاعداد بالملايين، ولكن خوف، هذا الخوف الموجود. لذلك نحن بنشجع الاصدقاء انه طلعوا اجهروا يا جماعه اللي بتقدروا تجهروا بدون ما تكون في أذية نفسية أو جسدية عليكم. اطلعوا واجهروا، كونوا شجعان، لأنه هدول ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. بالعين الحمراء صحيح. أبدا. طيب خلينا نروح على سؤال آخر.
طبعا شفنا الحسيني. اظن بس دقيقة واحدة اشوف اوكي. اجدد الصفحة، لانه في كان سؤال انا شفته لمحته وما عاد شفته بقى، اذا ما محي كاتب السؤال. طبعا الاخ هيصر، الله اكبر الله اكبر على كل متكبر. في خلي اخ خلي ردد عليه عم بقول له رعاك الله وحفظك الله يا هيصر. يعني ما بعرف على شو بدنا نحكي. على كل حال هيصر هيصر، نحن لسنا متكبرين، ربك هو المتكبر. يعني صحيح، من الناس ما اعتقد المتكبر، شو بتقول له لهيصر؟ يعني هذا واحد انه يكون ما تطيه اكثر من حجمه هذا الشخص، يعني انه هذا نفسه هذا يجوز انه من يشوفك بالشارع يقتلك، هيك شخص انه يحترم انه اراء الناس، ما يحترم يعني. صحيح صحيح. هو هيصر، وبالنسبة للمتكبر ما شفنا واحد اسمه عبد المتكبر مثلا. هيصر هو من المتابعين، بس أنا بتمنى هيصر يفتح عقله ويعرف مين المتكبر، ونحن ما لنا متكبرين على حدا. المتكبر هو الظالم اللي يشتهي النساء ويشتهي كل شيء، ويغتصب طفلة ويغتصب ويغتصب. ولا يعني يا ريت بس يا هيصر شوف سيرة محمد بحيادية شوي، وتعرف شو مين محمد. الأخ دراكن عم بيقول على سيرة الحج، كان أحد الحجاج أسمر البشرة وأراد أن يقبل الحجر الأسود، وعندما انحنى ليقبل الحجر الأسود انكشفت مؤخرته، فقام باقي الحجاج ومن كثرة الزحمة قاموا بتقبيل مؤخرة الرجل الأسمر. ظنا منهم انها الحجر الاسود. هذه سمعتها عندما كنت طفلا صغيرا وشكرا. ممكن انه تكون مؤخرة الاسود انظف من الحجر الاسود، لان هذا باليوم كم واحد يقبله باليوم. يعني بصراحة جبت بمحل اخونا دراجون. يعني طيب، في مفكر عراقي حر عم بيقول تحياتي لك اخ جان والاخ ابراهيم، ولدي اقتراح أن يكون هناك حلقة حول تأثير الدين على القانون. بصراحة هي بدنا نبينا سامي الذيب، يعني يا ريت يكون إذا عم بسمعنا نطرح الحلقة هي، تأثير الدين على القانون. يعني بصراحة هو لأنه هو مختص بالقانون الإسلامي، فبتمنى أنا من نبينا سامي الذيب يعني يقدم لنا هيك حلقة هي. طيب، أنا بدي يعني الحلقة شارفت على نهايتها، سؤال أو سؤالين أخيرين. أنت يا إبراهيم، يعني بتريد إنه هالمجتمع هذا يفيق من الغيبوبة ولا بس؟ طيب، إجانا اتصال، خلينا تفضل. فون، تفضل. مساء الفل. مساء الفل، بس لو تعرفنا على اسمك الكريم. الو، تفضل لو تعرفنا على اسمك الكريم. هشام. هشام من مصر. اهلا وسهلا هشام، تفضل اخي هشام. اهلا، ازيك؟ الحقيقه يعني بس بديكم تحياتي واستمروا. تسلم يا طيب، تسلم. هشام، شو رأيك بالنقاش الدار؟ بس أنا مسألة الحج، يعني أنا الله الصديقة تفضل. برضو من الأسباب إن أنا بتصل، يعني قصة ظريفة يعني بمناسبة الموضوع الدائر حاليا، موضوع الحج ده. والصوت ليه في لاج شوية؟ والصوت تمام، انا ماني سمعان اي شيء غلط يعني. انا بس عامل كده تطفي اليوتيوب. يا ريت تطفي اليوتيوب عشان ما تسمع الصوت صوتين. بالظبط كده. انا اشتغلت في مكه فتره. المنطقه بتاعت المشاعر، مشروع من المشاريع اللي هي
معموله لتيسير الحج. ففي قصه كده ظريفه يعني، يعني عشان نبقى عارفين برضو يعني الناس دي بتفكر ازاي. قولي الصبح طبعا الصناعيه هنبدا الحج خلاص، والناس المفروض ان احنا المشروع بتاعنا ده بييسر الحج وبييسر الترافيك فلو بتاع الناس. صبحنا الصبح لقينا الناس كلها عايزين نحج يا باشمهندس. يا ابني انت وهو احنا جايين هنا علشان ايه؟ نشتغل ناس. نشتغل عشان الناس، يعني احنا هنطلع ممكن ناس تتعور لو بدون دخول في التفاصيل يعني اللي انا بعمله في الفتره دي، لو حصل مشكله في اللي احنا بنعمله ده ممكن يؤدي لاذيه الناس. وقت اتصل بالتول فري نمبر، تول فري نمبر، عاملين تول فري نمبر بالاف حبينا نعمل تول فري عملناه للاف. صباح الخير يا شيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله كنت بستفتيك في ايه، عندي مجموعه من الناس عايزه تطلع الحج وهذا قد يؤدي الى يعني مآسي في الحج، وانت عارف ممكن الناس تقول لي والله يعني هو اذا طلع يحج يعني ياتوا، لكن ان شاء الله تكتب له حجه. يعني بقول لك الناس هتموت، ناس هتموت يا شيخ، بقول لك الناس هتموت. انا عايز منه فتوى علشان اقول لهم يعني حرام ان انتوا تطلعوا. صحيح. انه الراجل يطلع لي بحاجه، فده الفكر المخدر، هو انه يعني الطقس اهم من الانسان. هو بصراحة أخي هشام يعني كل شيء أهم الإنسان بالدين، بأي دين كان يعني كل شيء أهم الإنسان، يعني الطقوس هاي والصلاة وأي طقس بسيط حتى يكون مثل ما بقولوا النقض الوضوء يعني بيفسوح حيش السامعين، أهم الإنسان ذات نفسه عند بالدين الإسلامي خصوصا يعني. هي كلها نوع من أنواع يعني أنت لما تفكر فيها هذا فكرة الطقس نفسها هي فكرة اللي هو اغسل كذا واعمل رجلك اليمين واعمل في الشمال والمية لازم تنزل، ولو عملت كذا يبقى ما يتحسبلكش، ولو مسه الماء أجزاء. كل ده لما يعني لما تبعد ترجع لورا شوية تتفرج عليه، هو إلا ما نوع من أنواع المايند كنترول، لما تصل للبني آدم إنك تخليه يعمل يعني حركات تافهة لا معنى لها خالص. بص عليها كده من بعيد، إيه الفرق غسلت إيدي ولا ما غسلتش؟ ده نوع من انواع السيطره على الادمغه. صحيح. فهو نفسه هو ان انا الف حوالين ان ده ووجع عند في اليمين وارفع ايدي وارفع رجلي ولازم اعمل كده، وبنقول كل الناس بقى حكيت كذا مره بالمناسبه وانا ملحد. وانت ملحد حجيت؟ انا ملحد قديم قوي. وشو سبب طيب يعني الله اذا انت ملحد شو سبب الحج؟ والله المره الاولانيه يعني نوع من انواع التجربه، شوف الناس دي بتعمل ايه، وفي نفس الوقت يعني في الانفايرمنت يعني، ونوع من انواع التقيه برضه يعني. بالضبط. المره الثانيه كنت بحج بالعيله، والمره الثالثه برضه كنت يعني موجود في المنطقه وناخد السياحه. يعني زي ما تقول توريزم كده، بتتفرج وبتفتكر يعني، وعارف انت برضه ايه يعني بتضحك شويه يعني، عارف انت لما يعني تشوف بعيد عن الموقف ساعات بيبقى الموقف يعني هو صحيح مبكي لكن هو في نفس الوقت مضحك. مضحك صحيح مضحك. ف بتتفرج بقى على يعني الناس مش عارفه اصلا يعني على سيرة الضحك هشام، انا ما بعرف اذا هاي الواقعة صح ولا غلط، الرئيس جمال عبد الناصر بزمانه كان عم بيحج، فعم بحكي مع احد المرافقين معه يعني عم بيقول ايه لعب العيال اللي بنعمله ده. لا والله ما سمعتش دي. انا اقول لك بقى قبل ما اقفل معاكم عشان ما اعملش هايجاكينج للحلقه بتاعتكم، اقول لكم على نكته ظريفه برضه عن حسني مبارك لما كان في الحج، فكان معه وزير من الوزراء. اتفضل. فحسني مبارك لقى ايه سره مال كده من بعيد، فراح موطي وجايب، فعاطف صدقي شافته من بعيد بيحط السره في ايه في عبه، وراحت مش هقول له بصوابعه كده اللي هو ايه بالنص يعني نص بالنص. فالتاني راح عامل له ايه بصباعه كده اللي هي علامه ايه اوكي يعني. لما رجعوا فبيقول له يا ريس فين الفلوس؟ قال له فلوس ايه يا عاطف؟ قال له الفلوس بتاعت السره اللي انت ساعه ما عملت لي بصباعك كده. قال له يا عاطف يعني انت كنت عايز لعبه بصرك في الحرم يا عاطف. المهم
كويس ان انا سمعت صوتكم، ويعني احنا ما بستمروا، ويعني انا اعتقد انه يعني زي ما احمد كان بيقول، احمد حنان كان بيقول امبارح، اولى خطوات الاصلاح في الوطن العربي لن تتم الا عن طريق ان احنا نعلم الدوله، وموضوع الدين ده يعني يبقى على الاقل يبدا ياخد يعني باك جراوند يعني. وطبعا انا لا ارام في 10 20 30 سنه اللي جايين ان هو يختفي، كان اختفى في امريكا مش هيختفي، لكن على الاقل يبدا الناس يبصوا له بصوره على الاقل رمزيه، ما يبقاش النصوص ما تبقاش نصوص مقدسه. واتمنى ما يكونش ده اخر لقاء ليا بيه. اكيد اكيد هشام، منتظرينك في كل الحلقات يعني. انا راح اكثف الحلقات في الاسابيع في الاسبوع المقبل، اعتبارا من الاسبوع المقبل راح تتكثف الحلقات اكثر، واللقاءات راح تتكثف اكثر، وانا بتمنى منك المشاركه وكل يوم مثل ما بقولوا نشارك ان شاء الله. شكرا شكرا هشام، شكرا كثير. اوكي يلا ان شاء الله. سلام عليكم جميعا، مع السلامة. طيب خلينا نروح على سؤال قبل الأخير أظن، يعني شو رؤيتك لمستقبل الشرق الأوسط إبراهيم؟ يعني خلينا نقول هلا هالحركة الفيسبوكية ولا في الإنترنت، وهل الشباب الملحدين برأيك شو المستقبل اللي ينتظرهم يعني؟ يعني إذا رجعت لآخر سنتين تشوف معدل الحاد كلش كبير وكل السريع، ويعني دينمو بشكل مو طبيعي. يعني كل شوية ناس دي يتحولون من الإسلام أو حتى من باقي الديانات، من الحاد ويكونوا لا دينيين. يعني دا أشوف هسه صاير ظاهرة، وطبعا يعني أكيد لها أسباب لأنه طلعت بهذا الوقت. يمكن الانترنت وهاي البرامج والشغلات شفنا منا يعني فد مستقبل قريب وكلش بعيد، انه حيكونون ياثرون الملحدين واللا دينيين، ياثرون على مجتمعاتهم، يجبروهم انه ماكو بعد قتل مرتد، ماكو مثل ما صارت انه يعني مثلا العراق دوله اسلاميه اي، بس مثلا ما بي جلد الزاني، لأنه عالم تحكي إنه عالم تقول إنه هذا الشيء مو صحيح، مو صحيح إنه تقطع أيد السارق، مع إنه مذكور بالقرآن والعراق بلد إسلام مفروض يطبق، بس لأنه أكو عالم تحكي وأكو عالم تقول إنه هذا الشيء مو صحيح، فهاي الأحكام بدأت تروح وتروح شوية شوية، تروح قتل المرتد، يروح القدسية عن الدين، أتوقع راح تروح منها مستقبل قريب يعني، مو فد شيء بعيد يعني. أكيد أكيد أخي إبراهيم، وأنا بضم صوتي لصوتك ووافقك الرأي بالضبط. يعني مستقبل قريب الإسلام، يعني المستقبل القريب سينتهي كإسلام سياسي، ولن يفرض حتى الناس حتى في المستقبل المنظور، يعني أظن راح يكون شيء رمزي ومع الزمن راح يختفي بخلال عقود، يعني ما أظن يطول أكثر من عقود. طيب أخي إبراهيم، كلمة أخيرة بتحب توجهها للملحدين والمؤمنين على حد سواء، تفضل. يعني أوجه كلمة للغير الملحدين، يمكن المسلمين على الخصوص، أنه لا تخلي أنه هذا الدين يخدعك، ولا تخلي أنه الشيوخ مالته يكذبون عليك ويكذبون عليك يخلوك تردد شيء أنت ما مقتنع به، بس المجرد خوف يخلوك تردد أجوبة ساذجة، تبرر الأعمال شخص قبل 1400 سنة. يعني أنت ما تدري وضع هذا الشخص، وما تدري ظروفه، وما تدري أنه دا تقرأ التدري، كل التدري بيه إحنا بندري بيه، أنه دا نقرأ السيرة ودا نشوف أنه هذا الشخص مو جيد، وأي ولو كان هسه مجتمعنا يمكن كان بالسجن هذا الشخص، مستحيل أنه يعني مسوي أعمال أنه ما تختفر له، يعني المفروض يتعاقب عليه. فماكو داعي انه تبرر الاعمال هذا الشخص، ماكو داعي تبرر الاعمال الارهابيين، ماكو داعي، كله بسبيل الدين. انت اقرا الدين، حاول انه ما يخدعوك الشيوخ، ما يخلوك تردد هذه الجمل الساذجه، هذا داعش لا تمثل الاسلام، داعش
ما لها علاقة، والإسلام دين سماح دين. طيب شكرا كثير لك يا اخي ابراهيم، انا بتشكرك من كل قلبي على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه، واكيد لنا لقاءات ثانيه. أكيد وطبعا انا اتشكر اصدقائنا المتابعين، شكرا لكم اصدقائي على المتابعه، وطبعا يعني اتمنى من كل الملحدين يقفوا وقفه واحده ويطلعوا لهالناس هي، يقولوا الحقيقة، يقولوا الحقيقة، خلونا نصدم المسلمين هذول المغيبين إلى أبعد الحدود، اللي دمروا بلادنا ودمروا حياتنا وما خلوا منا غير مشردين على أبواب الناس ولاجئين على أبواب الناس للأسف الشديد. على كل حال يا حيف يا حيف، ما بنقدر غير بكلامنا وبأقلامنا نحكي يعني. شكرا كثير لك أخي إبراهيم. شكرا شكرا لك جان على الدعوة. شكرا حبيبي، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.